باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بيكم في برنامج ذبيحه التسبيح، برنامج جديد بنعمه ربنا هنقدمه لحضراتكم من خلال المركز الاعلامي لبرشيه هولندا القبطيه الارثوذكسيه. مجموعه حلقات هنتكلم فيها عن كل ما يخص القداس الالهي، طقس القداس، انواع القداسات، اجزاء القداس، المعاني الروحيه للقداس، والبعد الروحي في نصوص القداس والحركات الطقسيه المصاحبه للقداس، لان القداس الالهي هو اعظم شيء في كنيستنا القبطيه. صلوات القداس هي اعظم عباده واهم عباده بنقدمها لربنا، ومن خلال القداس الالهي بنحصل على اعظم عطيه من ربنا للبشريه، جسد ودم السيد المسيح. وعلشان كده مهم قوي واحنا واقفين نصلي في القداس نبقى فاهمين احنا بنقول ايه، فاهمين ابونا بيعمل كده ليه، وفاهمين اللي بيحصل حوالينا ده معناه ايه، علشان تتحقق المعادلة اللي وصنا بيها كتاب المقدس. نصلي بالروح وبالذهن ايضا، انتظرونا.